هنا فاش جينا لحمزة، جينا لحمزة يحيوني على داك الملعب ديال رفقي، الملعب ديال رفقي. حمزة فاجئني من الساكنة ديال حمزة بالعمل الذي كنا في حمزة في واحد الوقت اللي هو قياسي. تعرف هاد الفيل ديال ديك لا كورنيش كاين ديال عمناش صار سيركي بوس، لأنه الناس ديال حمزة مكانوش عارفين هاد الشيء واش غادي واش غتبقى منطقة سياحية ولا غتبقى منطقة مثلا صناعية ولا، ألوغ هي عندها أن بوتونسيال توريستيك اللي هو كبير أو نيفو دو سخ. كنجيو هنا كتجي غادي لافوط ناسيونال اللي كيمان من أكادير حتى الأورير، كنجي أورير كنقابل أنه كاين واحد البروجي تما ديال أن هوايا المرصود ديال 45 هكتار في داك القصر القديم اللي كيتبنى، عندي واحد لازون توريستيك اللي هي كبيرة. هنا غادي نجاوب سي صغير ما بين لازون توريستيك نوفيلمون كريي وما بين أكادير. حنا الوقيتة اللي كنذكرو هذاك الشيء واحد الوقيتة أون باغ دو لا ميتروبول، ولكن مجموعة المشاريع اللي كدير دونك كانت دو لا ميتروبول، راه لو ترونسبور دونك كانت دو لا ميتروبول، راه دير بلا دي شارج دونك كانت دو لا ميتروبول، راه لا اس دي اف داك السونتر ديال لا اس دي اف دونك كانت دو لا ميتروبول، راه لو شيميرو دونك كانت ديال لا ميتروبول، بما فيها هاد الشيء ديال السياحة والتسكين ديال الاقتصاد. هذا المناطق الصناعيه الجديده ديال اكادير، واش كدير كلها في اكادير؟ راه كدير في الدراده والقليعه ويتبلد اكادير، ما بقاش عندنا مناطق صناعيه جديده، كاين بروبليم دو فونسي. هنا فين كنجي كنهضرو على فيزا هي لا ميتروبول. فاش كنجي دابا بالنسبه للمنطقه السياحيه الجديده ديال تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.